نتحدث في هذا اليوم عن بعض الصلوات المستحبة التي ينبغي للإنسان أن يفعلها وينبغي له ألا يدعها. ومن الصلوات المستحبة صلاة التوبة، إذا أذنب العبد ذنبا فليصلي ركعتين كما جاء في السنن، وثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يعني من أذنب ليقوم فليصلي ركعتين ويستغفر الله بعد هاتين الركعتين فيغفر الله عز وجل له.